الو. ايوه سمير. ايوه مستر. انت في البيت؟ اه مستر في البيت. خير؟ في حاجه؟ انزلي دلوقتي، عايزك. انا عند عربيتك. حاضر. ازيك يا مستر؟ اركب يا سمير. على فين يا مستر؟ اطلع بس. اقف هنا يا سمير. هنا؟ ايوه هنا. تعال يا سمير. خير يا مستر؟ في حاجة؟ انت اشتغلت سواق في الشركة ليه؟ ما انا قلت انا هقول لك عشان انت وسخ، عشان انت عايز اللي في ايد غيرك، مش كده يا زاهد؟ في كل حاجة. في ايه يا مستر؟ ايه اللي بينك وبين نايلة؟ يعني انا مش فاهم حاجة. ما تعملش شويتين بتوعك دول ورد على السؤال. انت عايز ايه من نايلة؟ مش عاوز حاجة. انا قلت لحضرتك كل حاجة والله. تتجسس على تليفونها ليه؟ عشان انت بتحبني قوي، عشان تعتبرنا من عيلتك. مين قال لحضرتك كده يا مستر؟ شفت ايه يا سمير؟ سمعت ايه؟ شفت ايه؟ ما شفتش حاجه يا مستر والله. انا قلت لحضرتك كل حاجه. حضرتك اكيد فاهم غلط. انا كنت تكذب. تحقير التواصي. صدقني يا مستر، انا عمري ما خنت حضرتك. انت اللي ساعتها اترقت موبايلي. لا يا مستر مش انا، والله العظيم ما انا اللي عملت كده. والله العظيم ما انا اللي عملت كده يا مستر. والله العظيم ما عملت كده. عرفت ايه؟ عرفت ايه؟ ما عرفتش حاجه يا مستر والله. صدقني يا مستر، انا عمري ما اقدر اخون حضرتك. انت شويه كلاب. انت واللي شبهك كلاب. سيرة مش عايز اشوف وشك لا في الفيلا ولا في الشركه. وحسابك معايا كده ما تقفلش، عشان انت ما تعرفنيش كويس. امشي امشي امشي، بلاش اقتلك هنا. امشي يا مستر. بس امشي. المفاتيح في العربية يا مستر. مش هتصدق اللي قالولك.
بس انت عارفه انا بقالي كام يوم بحلم بمين؟ لا ما بحلمش بيك انت على فكره، انا بحلم بواحده وحشاني يموت، ممكن يحصل لي حاجه لو ما شفتهاش قريب. عارفاها؟ الو، انا لو اعرف انك بتفتحي الفويس نوتس اللي انا ببعتها لك كنت عملت كده من زمان. على فكره انا فتحتها، كنت فاكراك عايز حاجه مهمه، اكيد لو اعرف اللي فيها ده ما كنتش فتحتها. طب انا عايزك في حاجه مهمه وحاجه مهمه جدا كمان. علوم يعني كويس انك فتحتيها عشان تعرفي انت سايبه فراغ في حياتي قد ايه. معقول استاذ حازم برضو حاسس بفراغ؟ ما هو استاذ حازم من غير ساره برضو بيبقى في حته تانية خالص. لا ازاي بقى، ما تقولش كده، انت شخصيه مهمه والف واحده احسن مني كمان يتمنوك. حتى لو في مليون واحده، الفراغ اللي انت سايباه محدش يعرفه بلا تاني غيرك. هو انت فاكرني زي زمان؟ هصدق الكلام اللي انت بتقوله ده يعني؟ والله انت عندك حق برضه انك ما تصدقهوش، بس اديني بقولهولك وخلاص اهو. بس اعرفي ان المره دي بقولهولك وانا مصدق كل حرف فيه. هو انت فين يا عايز؟ انا خلصت البرنامج وممكن 10 دقايق وابقى في شقه الزمالك. انت فين بقى؟ شكلك كده مالكش مزاج تروح البيت وعايز تتبسط. انا اسفه يا استاذ حازم، مش هروح شقه الزمالك، ولو سمحت بعد اذنك ما تتصلش على الرقم ده تاني. خلاص مين؟ عايز ايه يا ضحي؟ سبتني ليه يا عبل؟ وانت مش عارف انا بحبك قد ايه؟ ليه عملت كده؟ كان علينا بينا كلها بنت الناس. ايه اللي جرالك؟ مين عمل فيك كده؟ قول يا ضاح. جوزك طلع باشا على حق. عمل، انا صحيح فيها لعبه رياضه بس انا مانيش كداب. لا صح، ما انتش كداب. انا ليا في الخلفه ولا مفيش مني رجا يا ضحي؟ ليه ما قلتش ان ربنا نعم عليا بيها زي بقيه الخلق؟ انت كده هنت عليك. على قد الوجع اللي كان مالي جدتي في كل حته، بس كنت بقول معلش معذور، مستحملني على عيبي. ما انا كنت خايف لا تسيبيني، ما انا اللي زي ملوش عوزه باللي فيه ده. ليه؟ قالوا لك عليا ست ناقصه؟ طب ورحمه الغاليين؟ ده انا كنت عايشه معاك وبسترجى من ربنا ان هو يفك كربي لاجل ما ترضى. ده انت لو كنت قلت لي ان انت هتتجوز عليا لاجل اللي بيا كنت اقول لك ماشي، مش هفتح بقي. والكعبه الشريفه يا عبله، انا ما تملاني ست غيرك. انا بحبك يا عبله، والله العظيم بحبك. تقوم تدفني بالحياه وتعيشني محروم وكمان تجيب العيب فيا؟
لولا ان ربنا كريم ونصفني كنت عشت ومت وانا مفكره ان مفيش نصيب يبقى ليا عيل. هو انت هبله؟ عليك عليا يا بنت الاصول، بس والله العظيم ما اعرف اعيش من غيرك يا عبد. استهدى بالله يا ضحية، استهدى بالله ومروح. شوف حالك يا ابن الناس، انساني، كل شيء اسمه ونصيب. اتفضلي يا منى. بتنور يا اكرم. بنورك يا حبيبتي. مفتاح. حتى اللي غير هدومي هياخد الدواء عشان نسيت اخده. ماشي يا ماما. اجيب لك حاجه للصداع معايا يا اكرم؟ اه يا ريت يا ماما. معلش يا برو، جرجرتنا معايا لحد اسكندريه على ملا وشك. انت عارف لما كلمتني افتكرتك هتخطب البنت اللي كانت في عيد ميلاد تالا دينا، صح؟ اه بس يعني كانش في نصيب، الموضوع ما كملش. بس انا على فكره مرتاح مع ساره جدا يعني. اخر حاجه كنت اتوقعها انك تتجوز جواز صالونات. جواز صالونات؟ لا، وبعدين مش انت كنت بتقول عليها بنت لطيفه وجميله وهاديه وكده؟ بعدين حتى يعني ماما واختك بيحبوها جدا على فكره. ماما نفسها تجوزك، وهند طبعا مبسوطه، هتختارها بنفسها وهتعمل حما عليها. هتعمل حما فعلا، بس ما هو ده الجواز يعني، بيت لطيف، زوجه جميله، عيال كده يعني. لا لا، الموضوع مش بالسهوله دي. الجواز حاجه صعبه، انت بتاخد اول خطوه فيه وبعد كده ما تبقاش عارف في الاخر هتبقى فين. ايه يا عم اكرم بتخوفني ليه؟ ده انا لسه بقول هتجوز. لا والله مش قصدي، مش قصدي. بص يا اكرم، احنا الاثنين مختلفين تماما عن بعض. انا بالنسبه لي البيت والجواز ده مش اخر الدنيا خالص. يعني انا لو ما ارتحتش مثلا ارض الله واسعه. وبعدين البيت هيروح فين يعني؟ ما هو موجود. يعني انت بتفكر تخون من قبل ما تتجوز؟ اخون؟ اخون ده لو انا مراتي دي ميت في دبادبها. انما لو احنا متجوزين زي اتنين متجوزين علاقه جواز طبيعيه جدا ما اسمهاش خيانه، ما تكبرش الموضوع يعني. اه، فعشان انت بقى مش ميت في دباديب مراتك فهتخون براحتك. انت مش قادر تفهمني. هقول لك مثلا، انا قعدت مع دينا 3 سنين صح؟ ما بصيتش على ولا واحده غيرها. يمكن ساره تعمل نفس الموضوع. طيب انا هرد على التليفون ده. اوكي. الو. ايوه يا اكرم. ايه عامله، في حاجه بتتصل بيا ليه؟ كنت عايزاك، عايزاك تجيني ضروري. بص يا عبله، انا عندي، بقول لك ايه، عامل لك حاجه تشربها معايا؟ انا عندي مشاكل كتيره جامده، واتصالك ده هيعمل لي مشكله اكبر، فاهمه؟ انا بس كنت عايزه اطمن عليك بعد اللي حصل. انا كويس، وانا هبقى اكلمك واطمنك عليا، ولو قدرت هجيلك. سلام. ما تضحكي بقى يا تقى، ولا اجيب لك لوكا من جوه؟ لا، وعلى ايه؟
نايلة انت كويسة؟ اه كويسة. شكلك ما نمتيش في الطيارة as usual يعني. صباح الخير يا مدام. صباح النور. في واحد جاي لحضرتك بره على البوابة وساب لك الظرف ده. تأمريني بأي حاجة تانية يا مدام؟ هو لسه واقف على البوابة؟ هو ساب الظرف ده ومش على طول. طب أنت تعرف شكله؟ نعرف اسمه؟ الحقيقة أنا أول مرة أشوفه النهاردة. شكرا يا صابر، اتفضل. عن إذن حضرتك. في حاجة يا نايلة ولا إيه؟ لا أبدا، هو شكله بس حد محتاج مساعدة ولا حاجة. كان نفسي نكمل مع بعض. آخر حاجة أتمناها إن اللي حصل ده يحصل، بس أنا مش قادر نكمل. وعارف إنك هتقدري اللي أنا فيه. ده أرض على طريق الصحراوي، بيع وشراء في كل التفاصيل، وده شيك في 5 أضعاف مؤخر الصداقة اللي كنا كاتبينه. أنا مش عايزة حاجة. ده حقك، وأنت والله تستاهلي أكتر منك. أنا مقدرة اللي أنت فيه، وما دام بإيدي هستحمل لك لما ترتاح. بس في حاجة كنت عايزة أقولها لك، لا هي بقى بإيدي ولا بإيدك. أنا رحت المستشفى كده عشان كنت حاسة إني بعافية شوية، لقيتني حامل. الدكتورة قالت لي ان انا حامل، ولما سألتها ازاي انت ما بتخلفيش يا عبلة؟ ما انا كنت مفكرة زيك كده، بس ربك لما يريد بقى. عبلة فهميني، انا مش فاهم. ضحي هو اللي ما بيخلفش، وكان مفهمني ان انا عدت الاشعة والتحاليل 3 مرات علشان اتأكد، ولما اتأكدت كنت عاملة زي المجنونة، مش عارفة افرح ولا احزن على العمر اللي عدى وانا فاكرة ان بطني ما بتشيلش. عبلة
اللي في بطنك ده فهمي. وانا مش هقدر اهوتك زي كل مره. تعرف انت بتطلب ايه؟ أنا عشت عمري كله محرومة من الضنا، واستعوضت ربنا في الخلفة. لما ربنا يعوضني أقول له لا مش عايزة. يا أكرم أنا مش عيالة صغيرة، ويمكن معرفش أجيب غيره، لا منك ولا من غيرك. كل اللي حوالي عيالهم بيجروا حواليهم، وانا بعافر في الدنيا دي بطولي. وحياة بنتك انا ما بقيت عايزة حاجة من الدنيا دي غيره. انا ما اقدر كل اللي بتقولي ده. أنا لما جيت أتجوزك اتجوزت واحدة بتقولي إنها عاقر، فجأة جاية تقولي أنا حامل. الخلفة دي اتفاق بين الأب والأم، وإحنا ما اتفقناش، عشان كده أنا مش هقدر أقبل بحاجة زي كده. وربنا ما يقبلش باللي أنت بتطلبه ده، ولا هتقبل بيه. أنا مش عايزة منك حاجة، احنا الاتنين مش عايزين منك حاجة. افهميني يا عبلة، افهميني. انا عارف ان اللي بطلبه ده صعب، بس ما قدمناش حل تاني. انا مش هقدر اكمل حياتي وليا ابن منك. مراتي شكلها عرفت، مش هتسمح لي. كمان لو لها اني خلفت منك، هسيبك تهدي يومين، بعد كده هعدي عليك اكون رتبت هنزله ازاي. ما تستغربيش يا مدام، انا ما اعرفش بصراحه انت شفتيه ولا لا فوق، بس هو كان فوق وشافك من الشباك وانت نازله تحت بأمارة جوز العيال اللي كانوا بيعكسوكي وهم على الموتوسيكل، وانا مشيته. انا برضو مش فاهمه انت جايبني هنا ليه. علشان حضرتك احنا الاثنين في مركب واحده، لا مؤاخذه في الكلمه يا مدام، احنا الاثنين اتسكنا على قفانا. المستر اكرم المحترم بتاعك خد مني خطيبتي واتجوزها، كنا خلاص على وش جواز، نزل علينا زي الباراشوت، شاف عبلة من هنا اتجنن، فضل متدبقها بقى في المنطقة وعمال بيلف حواليها. أنا آسف في الكلام اللي بقوله لك، أنا عارف إنه مضايقك وحاسس بيكي عشان مجرب. وأنت المفروض بقى جايبني هنا علشان تحكي لي قصة حياتك؟ جرايان مدام، أنت ليه خلقك ضيق عليا كده ليه طيب؟ الله، أنا مجيتي هنا فيها فايدة كبيرة قوي ليكي على فكرة. أنا جاي أحذرك، جاي أوعيكي، بس بعد إذنك لو سمحت الأول تقفلي لي موبايلك. اقفليه، أنت مش خسرانة حاجة، اقفليه عشان أقولك. الله ينور عليكي، المستر أكرم حضرتك مهكر الموبايل بتاعك. فندم، يعني المستر أكرم بيتجسس على الموبايل بتاعك، يعني المستر أكرم يقدر يسمع ويشوف كل حاجة أنت بتعمليها في أي وقت وفي أي مكان، طالما الموبايل بتاعك فيه إنترنت. بتكلمي مين؟ بتروحي فين؟ بتشوفي إيه؟ وأنت بقى المفروض عرفت الكلام ده إزاي؟ من البنت اللي بتشتغل عندكوا في البيت. أيوة تقى، بس مش دي العبارة.
لا استنى لحظة، ايه علاقة اكرم بقى بتوعها؟ بص يا مدام على بلاطة كده، المستر اكرم عيبه كله عند سمير. ليه؟ عشان سمير هو اللي جاب لكم تقعد تشتغل عندك وتتجسس عليكي عشان تنقل له اخبارك، وسمير هو اللي علم المستر اكرم ازاي يعمل هاكينج على الموبايل بتاعك. سمير؟ ما تستهونيش بسمير، سمير ده بلوى مسيحة، ده هو اللي معلمني، ده مش بعيد يكون مهاك موبايلاتكم كلها من زمان. بس ما تقلقيش، انا زي ما قلتلك من شوية ان احنا الاتنين في مركب واحدة، علشان كده جبتلك الهدية دي معايا. دي حضرتك شريحة برقم مميز لسه ببرشمته، كان بودي بصراحة اجيبلك العدة معاها، بس معلش بقى العدد اللي عندنا في المحل مش قد المقام. حضرتك يا مدام نايلة مش هتعملي اي حاجة غير انك تحطي الشريحة ديت في عدة جديدة امان، واوعي تفتحي اي لينك يجيلك من رقم غريب في مسج مهما كان. تمام، في حاجة تانية؟ هو الصراحة في حاجة كده تخصك وقعت تحت ايدي، فقلت بصراحة ايه لازم برضو تاخدي فكرة.